في إطار محاربة الجريمة المنظمة وحماية الممتلكات عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببغلية من الإطاحة بجماعة مختصة في سرقة المنازل. تعود وقائع القضية إلى شكوى تقدم بها صاحب المنزل ببلدية بغلية بخصوص تعرض منزله للسطو من طرف مجهولين وسرقة مجوهرات بقيمة 80 مليون سنتيم. على إثر ذلك باشرت الفرقة الإقليمية المختصة التحريات وتنشيط عنصر الاستعلام، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم ووضع خطة محكمة من أجل توقيفهم. تم إلقاء القبض على المشتبه فيهما، وبعد التحقيق معهما تم التوصل إلى الشخص الثالث وتوقيفه واسترجاع المسروقات. تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.